بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، اليوم وبعد أن أنهى مدربو الرياضة في قواتنا المسلحة والقوات العربية الشقيقة أنهوا أسبوعين متتاليين في دورة تدريبية في ألعاب القوى وكرة القدم والطب الرياضي، حاضر فيها نخبة من أساتذة الرياضة في العالم. اليوم ونحن نحتفل بختام هذه الدورة، يسرني أن أقدم لكم سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، الرئيس الفخري لمركز ارتباط الشرق الأوسط والمدير الإداري لهذه الدورة، ليلقي كلمة الختام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الدولي الرياضي العسكري، سادة رؤساء الوفود، أخواني الضيوف، يطيب لي نيابة عن سعادة القائد العام للقوات المسلحة أن أحييكم جميعا في ختام الدورات التدريبية، وأن أخص بالشكر رئيس وأمين عام المجلس الدولي الرياضي العسكري وكبار المدربين الذين بذلوا جهودا مشكورة طوال هذه الدورات، والأخوة الأشقاء القادمين من سائر أنحاء العالم العربي. لقد كانت هذه الدورات بالفعل مهرجانا رياضيا عسكريا كبيرا، شاركت فيه صفوة من خيرة العاملين والمهتمين بالرياضة العسكرية في العالم، واشتركت فيه نخبة من أعضاء الاتحادات العسكرية في مختلف الجيوش العربية، حتى أصبحت الدوحة طوال هذا الشهر ساحة لقاءات عربية ودولية جمعت بين أبرز العاملين في حقل الرياضة العسكرية على الصعيدين العربي والعالمي. ولا بد من الإشادة في هذا المجال بجهود اللجنة المنظمة العليا واللجان المتفرعة عنها، فقد حالفها التوفيق بحمد الله، وكان المشاركة مندوبي وزارات الداخلية والتربية والتعليم والإعلام والصحة وأفراد القوات المسلحة أثرا واضح وكبير، الأمر الذي أعطى صورة مشرفة عن هذه الدورات بفضل تضافر الجهود في كافة الأطراف. ولا شك في أن نجاح الدورات التدريبية قد تضاعف بنجاح المؤتمر السابع لدول مركز ارتباط الشرق الأوسط وما توصل إليه من قرارات وتوصيات لدعم الجهود المبذولة في ميدان الرياضة العسكرية، سواء بالنسبة لدول الشرق الأوسط أو بالنسبة للدول العربية عموما. إنني أحيي وفود دول مركز ارتباط الشرق الأوسط وجميع من ساهموا في إنجاح الدورات التدريبية، لأمل أن تعم الفائدة المرجوة على الجميع، وأن يكون لقاء الدورة هذا فاتحة لقاءات أخرى متكررة على جميع المستويات. وفقكم الله جميعا لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيد ريكي بصفته المدير الفني للدورة التدريبية يتفضل بإلقاء كلمته. Your Excellency Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani, Mr. President, Mr. General Secretary, distinguished guests, gentlemen, in behalf of CISN Academy, and last not least on behalf of the teachers present here, I want to thank the Qatar CISN delegation for the splendid hospitality given to us and for their gentle help in organizing this clinic. My special gratitude and appreciation goes to our students who participated with great attention, interest, and drive. I can assure you that all the professors appreciated your cooperation. But not only work is important. I feel that the human relations and social interactions from one participant to the other and between the different nations have developed in a significant way, and that's what we were hoping and expecting when we came here. So the teacher and me, we part from Qatar in the conviction we have here to help a little bit to develop sports in this forward-going country with a gentle and friendly people.
But everything would have been impossible without the remarkable support of the organizing committee and the many assistants who delivered their help at every time when it was needed. They really have done a lot to make our task easier. Gentlemen, and now I give a deferent salute to His Highness Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar and the people of Qatar. Once again, thanks and goodbye, something, someplace in the field of sports.